اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نسرين هاند ميد كوشين. النهاردة هنعمل مع بعض مفرش مربع، او نقدر نقول عليه كوستر اطباق بتحط على ترابيزة السفرة. هو مفرش بسيط وسهل جدا. انا اشتغلت المفرش بخيط اليز ديفا بلس، واستخدمت ابرة رقم 3، وطبعا مقاس المفرش بتاعنا 25 سنتي في 25، لان هو مربع. طبعا لو اشتغلتي بخيط سميك شوية هيديكي حجم اكبر للمفرش. اتمنى ان هو يعجبكم، يكون سهل وبسيط عليكم. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. هبدأ اعمل الماجيك سيركل بالشكل ده كده، وهبتدي ارتفع 3 سلسلة. 3 سلسلة دول اول عمود بلفة، وبعد كده هدخل اشتغل كمان 2 عمود بلفة بالشكل ده كده. هيبقى توتال العواميد معايا 3، طبعا عشان انا هحسب ال3 سلاسل دول عمود بلفة. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، وهدخل في الحلقة بتاعت الدايرة هشتغل كمان 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. 3 سلسلة، وهرجع اشتغل كمان 3 عمود بلفة. بالشكل ده. و3 سلسلة، وهشتغل كمان اخر 3 عواميد بلفة بالشكل ده كده. تاني عمود والتالت بالشكل ده كده. هيبقى معايا 4 مجموعات. الاول هنشد او هنضيق الدايرة دي عشان شغلنا يبان. كده معايا 4 مجموعات، ادي كده 1 2 3 4، ما بينهم 3 سلسلة بالشكل ده. وهنهي السطر بتاعي، هرتفع 3 سلسلة، هدخل في تالت غرزة سلسلة، هقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. كون معايا شكل مربع. وانا عايزة ابدأ السطر التاني ابتداء من الفراغ ده، فهدخل في الغرزة اللي بعدها بغرزة منزلقة، وكمان اللي بعدها بغرزة منزلقة، وهدخل كمان في الفراغ بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. وهبدأ السطر التاني، هرتفع 3 سلسلة. 3 سلسلة دول اول عمود بلفة، بعد كده هشتغل كمان 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، يعني هيبقى التوتال 3 عمود بلفة. بعد كده 3 سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ تاني هشتغل كمان 3 عمود بلفة بالشكل ده. يبقى انا كده اشتغلت 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، ورجعت في نفس الفراغ تاني اشتغلت 3 عمود بلفة. ده كده يعتبر ركن المربع. وبعد كده هرتفع 2 سلسلة، وهدخل في الفراغ اللي بعده هكرر تاني هشتغل 3 عمود بلفة. ثلاثة سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ اشتغل 3 عمود بلف بالشكل ده. وبعد كده 2 سلسلة، وهكرر في الفراغ ده اشتغل برضو 3 عمود بلفة 3 سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ اشتغل 3 عمود بلفة وراهم 2 سلسلة، والفراغ ده هكرر فيه برضو، وهرجع انهي معاكم السطر بالشكل ده. انا وصلت لنهاية السطر. اخر حاجة اشتغلتها 3 عمود بلفة 3 سلسلة 3 عمود بلفة. فاضل ان انا ارتفع 2 سلسلة، وهنهي في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. يبقى انا نهيت السطر، وهبدأ السطر الجديد برضو ابتداء من الفراغ ده، فهدخل في العمود اللي بعد كده بغرزة منزلقة، كمان
اللي بعده بغرزة منزلقة، والفراغ هدخل فيه برضو بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. وهبدأ السطر هرتفع 3 سلسلة، 3 سلسلة دول اول عمود بلفة، وهدخل كمان اشتغل 2 عمود بلفة، هيبقى التوتال 3 عمود بلفة. بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهدخل في نفس الفراغ تاني اشتغل كمان 3 عمود بلفة بالشكل ده، يبقى انا اشتغلت 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة. بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهدخل هنا في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة، هشتغل فيه 4 غرز عمود بلفة في نفس الفراغ. ادي كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع بالشكل ده، وبعد كده غرزتين سلسلة، وهدخل هنا في الركن ده هكرر اللي عملته هنا، هشتغل 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل 3 عمود بلفة. اتنين سلسلة وهدخل في الفراغ ده اشتغل 4 غرز عمود بلفة في نفس الفراغ بالشكل ده كده، ده رابع عمود، ووراه غرزتين سلسلة، وهبدأ بقى اكرر بنفس الطريقة في الركن ده، هشتغل 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، وراهم 2 سلسلة، وبعدين هدخل هنا في الفراغ ده اشتغل 4 عمود بلفة، هكمل كده وارجع. وصلت كده لنهاية السطر، اشتغلت اخر حاجة 4 عمود بلفة. بعد كده هرتفع وراهم غرزتين سلسلة، وهنهي السطر في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده، يبقى انا نهيت السطر الثالث. وهبدأ السطر الرابع برضو هدخل في الغرزة اللي بعد كده بغرزة منزلقة، واللي بعدها بغرزة منزلقة، عشان انا عايزة اوصل للفراغ هبدأ من عنده، وهبتدي ارتفع 3 سلسلات، 3 سلسلة دول اول عمود بلفة، وهدخل بنفس الفراغ اشتغل كمان 2 عمود بلفة، هيبقى التوتال 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل 3 عمود بلفة بالشكل ده، 2 سلسلة، وهاجي هنا عند الفراغ بتاع غرزتين السلسلة، هدخل اشتغل في 2 عمود بلفة بالشكل ده، وهاجي اشتغل فوق ال4 عواميد دول، فوق كل غرزة منهم عمود بلفة بالشكل ده، تاني عمود، تالت، الرابع بالشكل ده، وبعد كده هدخل في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة هشتغل 2 عمود بلفة بالشكل ده، هيبقى توتال العواميد معايا 8. هنا اشتغلت ال4 الاساسيين دول، وقبلهم 2 وبعدهم 2، هيبقى عدد الغرز معايا 8 غرز عمود بلفة. وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، وهدخل بقى في الفراغ بتاع الركن ده هكرر اللي بعمله، هشتغل 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل 3 عمود بلفة بالشكل ده، 2 سلسلة، وهدخل في الفراغ هنا اشتغل 2 عمود بلفة، فوق ال4 عواميد دول هشتغل فوق كل غرزة منهم عمود بلفة بالشكل ده، والفراغ بتاع غرزتين السلسلة هدخل اشتغل فيه 2 عمود بلفة، وبعد كده غرزتين سلسلة، وهكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر بالشكل ده كده. انا وصلت لنهاية السطر، فاضل ارتفع غرزتين السلسلة، وهقفل برضو في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده، يبقى انا خلصت السطر الرابع.
وهبدأ السطر الخامس. برضو عايزه ابدا السطر من الفراغ ده، فهدخل بغرز منزلقه لغايه لما اوصل للفراغ بتاع غرزتين السلسله، وهبدا السطر الخامس من عنده. هرتفع 3 سلسله دول عمود بلفه، وهدخل كمان اشتغل 2 عمود بلفه، يعني هيبقى التوتال 3. بعد كده هرتفع غرزتين سلسله وهدخل في الفراغ تاني اشتغل كمان 3 عمود بلفه بالشكل ده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، هيقابلني الفراغ بتاع غرزتين السلسلة ده، هدخل اشتغل فيه 2 عمود بلفة، وبعد كده الـ8 غرز عمود بلفة دول هشتغل فوق كل عمود منهم عمود بلفة برضو. وبعد كده الفراغ بتاع غرزتين السلسلة هدخل اشتغل فيه كمان 2 عمود بلفة، هيبقى توتال العواميد معايا 12 بالشكل ده كده. وبعد كده هرتفع 2 سلسلة وهرجع بقى اكرر تاني، هدخل في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة بتاع الركن هنا هشتغل 3 عمود بلفة 2 سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل 3 عمود بلفة بالشكل ده، غرزتين سلسلة، وهاجي هنا في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة هشتغل 2 عمود بلفة، وفوق كل عمود من الـ8 دول هشتغل برضو عمود بلفة، والفراغ ده هشتغل فيه 2 عمود بلفة، هيبقى التوتال 12 عمود بلفة زي ده كده. وهكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، فاضل معايا اقفل السطر بغرزتين السلسلة، وهقفل في تالت غرزة برضو بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. يبقى انا كده خلصت السطر الخامس، وهبدأ السطر السادس برضو من الفراغ بتاع غرزتين السلسلة، فهدخل بغرز منزلقة لغاية لما اوصل للفراغ بالشكل ده، وهبدأ السطر هرتفع 3 سلسلة، 3 سلسلة دول اول عمود بلفة، وكمان هشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، يبقى التوتال 3. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة بالشكل ده، وهرجع في نفس الفراغ تاني اشتغل 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهدخل في الفراغ ده اشتغل 2 عمود بلفة، وبعد كده هيقابلني الـ12 غرزة دول هشتغل فوق كل غرزة منهم عمود بلفة بالشكل ده كده. وبعد كده هدخل في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل برضو 2 عمود بلفة، هيبقى توتال العواميد معايا 16 عمود بلفة بالشكل ده. وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، وهرجع بقى اكرر تاني، هشتغل هنا في الفراغ ده 3 عمود بلفة 2 سلسلة 3 عمود بلفة، وهدخل هنا اشتغل 2 عمود بلفة، وفوق الـ12 عمود دول هشتغل 12 عمود بلفة، وهنا 2 عمود بلفة، هيبقى التوتال 16 زي دول كده. هكرر كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، فاضل انهي السطر، هرتفع غرزتين السلسلة وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده. يبقى انا كده خلصت السطر السادس، وهبدأ السطر السابع ابتداء من المكان اللي انا واقفة فيه، مش من عند الفراغ زي كل سطر. فانا هبتدي ارتفع 5 سلسلة 3 4 5، 5 سلسلة دول عبارة عن عمود بلفة ورا غرزتين سلسلة. وبعد كده هسيب العمودين دول وهدخل هنا في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل عمود بلفة ورا غرزتين سلسلة، وهرجع اشتغل عمود بلفة ورا العمود في غرزتين سلسلة،
وهرجع كمان في نفس الفراغ تاني اشتغل عمود بلفة، يبقى انا اشتغلت 3 عمود بلفة، ما بين كل عمود والتاني في غرزتين سلسلة بالشكل ده كده. وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهسيب غرزتين، وفي العمود التالت هدخل اشتغل فيه عمود بلف بالشكل ده كده. وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهدخل اشتغل فوق 16 غرزة، دول هشتغل فوق كل غرزة منهم عمود بلفة، هيبقى برضو عدد الغرز معايا 16 غرزة عمود بلف بالشكل ده كده. وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهاجي هنا ادخل عند اول عمود بلفة، هدخل اشتغل فوقيه عمود بلفة بالشكل ده، وورا غرزتين سلسلة هسيب العمودين دول وهدخل في الفراغ ده اشتغل عمود بلفة، ورا العمود في غرزتين سلسلة كمان عمود بلفة، ورا غرزتين سلسلة، وهدخل تاني في نفس الفراغ اشتغل عمود بلفة. يبقى انا بشتغل 3 عمود بلفة ما بينهم 2 سلسلة في نفس الفراغ. بعد كده هشتغل غرزتين سلسلة، هسيب العمودين دول وهدخل في العمود التالت اشتغل عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهدخل هنا اشتغل فوق 16 غرزة، دول هشتغل فوق كل غرزة منهم عمود بلفة، وهرجع اكرر بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، وفاضل ان انا انهي السطر بغرزتين سلسلة، وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. وهبدأ السطر الثامن ابتداء من المكان اللي انا واقفة فيه، هرتفع 5 سلسلة، 4 5، ال5 سلسلة دول عبارة عن عمود بلف وراه غرزتين سلسلة. بعد كده هدخل عند اول عمود هنا هشتغل فوقيه 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، وراهم غرزتين سلسلة، وهدخل في العمود التاني اشتغل برضو فوقيه 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، بعد كده 2 سلسلة، والعمود التالت برضو هدخل اشتغل فوقيه 2 عمود بلفة في نفس الغرزة بالشكل ده كده. وبعد كده غرزتين سلسلة، وهدخل هنا عند العمود ده هشتغل فوقيه عمود بلفة واحد. يبقى انا ال3 عواميد بلفة اللي في النص اشتغلت فوق كل عمود منهم 2 عمود بلفة بالشكل ده كده. وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة هيقابلني 16 عمود بلفة، هدخل اشتغل في اول 7 غرز عمود بلفة، اشتغل فوق اول 7 غرز بس، ادي كده التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، هسيب غرزتين وهدخل اشتغل في اخر 7 غرز برضو، يعني هسيب غرزتين دول وهشتغل في السبعة الاخرانيين كل غرزة منهم عمود بلفة بالشكل ده كده. ابتدى يتكون معايا شكل القلب. وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، هدخل فوق العمود ده اشتغل عمود بلفة، و2 سلسلة هيقابلني ال3 عواميد اللي في النص، هدخل فوق كل عمود اشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس الغرزة كده. اول عمود اشتغلت فوقيه 2 عمود بلفة وراه غرزتين سلسلة، والعمود التاني هشتغل فيه برضو 2 عمود بلفة، وبعد كده غرزتين سلسلة، والعمود التالت برضو هشتغل فوقيه 2 عمود بلفة ووراه غرزتين سلسلة، هيتبقى معايا هنا عمود بلفة هشتغل فوقيه عمود بلفة بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، وبعد كده هكرر فوق 16 عمود هنا، هشتغل اول 7 غرز هنا عمود بلفة، هسيب غرزتين اللي في النص واشتغل في اخر 7 غرز عمود بلفة، هتديني
الشكل ده كده، وهكرر كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. خلصت كده السطر بالشكل ده، فاضل ان انا هنهي السطر بغرزتين سلسلة، وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده، وهبدأ السطر التاسع برضو ابتداء من المكان اللي انا واقفة فيه، فهرتفع 5 سلسلة، 4 5. ال5 سلسلة دول عبارة عن عمود بلفة وراه غرزتين سلسلة. بعد كده هدخل هنا فوق العمود الاولاني، هشتغل عمود بلفة، والعمود التاني هشتغل فوقيه 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، هيبقى التوتال 3 عمود بلفة بالشكل ده، غرزتين سلسلة. وهدخل في العمود اللي بعد كده هشتغل فوقيه عمود بلفة، والعمود التاني هشتغل فوقيه 2 عمود بلفة، هيبقى التوتال 3 غرزتين سلسلة. وهكرر تاني، هدخل اشتغل فوق العمود الاولاني عمود بلفة، والعمود التاني هدخل اشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس الغرزة الشكل ده كده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، هدخل هنا فوق العمود بلفة ده اشتغل عمود بلفة، وهيقابلني الفراغ بتاع غرزتين السلسلة، هدخل اشتغل فيه 2 عمود بلفة بالشكل ده كده، هيبقى التوتال 3 غرزتين سلسلة. هسيب غرزتين وهدخل في التالتة اشتغل عمود بلفة، وهدخل كمان في الغرزتين اللي ورا بعض هشتغل فوق كل غرزة منهم عمود بلفة، هيبقى توتال الغرز 3 غرز عمود بلفة ورا بعض بالشكل ده. هرتفع غرزتين سلسلة، هسيب الغرزتين دول وهدخل في الفراغ اللي في النص بتاع غرزتين السلسلة، اشتغل فيه 3 عمود بلفة في نفس الفراغ بالشكل ده، 2 سلسلة. هسيب غرزتين وهدخل فيه التالتة اشتغل عمود بلفة، والغرزتين اللي وراها كمان هشتغل كل غرزة عمود بلفة، هيبقى التوتال 3 بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، هيقابلني الفراغ بتاع غرزتين السلسلة، هدخل اشتغل فيه 2 عمود بلفة، والعمود ده هدخل اشتغل فوقيه عمود بلفة، هيبقى ده كده شكلها. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهرجع بقى اكرر، هدخل هنا في العمود بلفة الاولاني اشتغل عمود بلفة، والعمود التاني هشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، 2 سلسلة. وهدخل في العمود التاني اشتغل هنا عمود بلفة، والعمود اللي وراه اشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، يعني هيبقى التوتال 3، 2 سلسلة. هدخل في العمود الاولاني اشتغل عمود بلفة، والعمود التاني هشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس الغرزة بالشكل ده كده، 2 سلسلة. وهدخل هنا فوق العمود ده اشتغل عمود بلفة، والفراغ اشتغل فيه 2 عمود بلفة غرزتين سلسلة. وهرجع بقى اكرر اللي انا عملته في الجزء ده، هكرره هنا بالشكل ده، وهكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، اخر حاجة اشتغلتها 3 عواميد ورا بعض وراهم غرزتين سلسلة. هقفل السطر هنا، هدخل في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل فيه 2 عمود بلفة عشان اكملهم 3. انا هنا اشتغلت اول عمود، يعتبر ال3 سلاسل دول اول عمود، هدخل في تالت غرزة سلسلة هقفل بغرزة منزلقة، كده اتكون معايا 3 عواميد بلفة. وهبدأ السطر العاشر، هبتدي ارتفع 5 سلسلة، 3 4 5، برضو ال5 سلسلة دول عبارة عن عمود بلفة ورا غرزتين سلسلة. هدخل هنا عند ال3 عواميد دول هشتغل في اول عمود عمود بلفة، والعمود التاني عمود بلفة، والعمود التالت هشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، هيبقى التوتال معايا 4 عواميد بلفة بالشكل ده. وبعد كده غرزتين سلسلة، وهكرر برضو، هدخل في العمود الاولاني عمود بلفة، والتاني عمود بلفة، والتالت هدخل اشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس الغرزة بالشكل ده، 2 سلسلة. اكرر برضو في ال3 دول.
بالشكل ده غرزتين سلسلة. بعد كده هدخل فوق العمود ده الاولاني ده، هشتغل فوقيه عمود بلفة اتنين سلسلة، وهدخل في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل تلاتة عمود بلفة في نفس الغرزة او نفس الفراغ اتنين سلسلة، هدخل في الفراغ اللي بعد كده برضو اشتغل فيه تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ بالشكل ده غرزتين سلسلة، هدخل في الفراغ اللي بعده اشتغل برضو تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ اتنين سلسلة، برضو هدخل في الفراغ اللي بعده اشتغل تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ بالشكل ده، هيتكون معايا كده اربع مجموعات، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة الشكل ده كده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، هسيب الغرزتين دول وهدخل في الغرزة التالتة اشتغل فوقيها عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهرجع بقى اكرر تاني عند التلات عواميد، هدخل في اول عمود اشتغل عمود بلفة والتاني عمود بلفة والتالت هشتغل فيه اتنين عمود بلفة في نفس الغرزة بالشكل ده، يبقى التوتال اربعة اتنين سلسلة. وهكرر تاني، هدخل في اول عمود عمود بلفة والتاني عمود بلفة والتالت هشتغل فيه اتنين عمود بلفة في نفس الغرزة اتنين سلسلة، وهكرر برضو هنا بالشكل ده اتنين سلسلة. هسيب الفراغ ده وهدخل عند العمود بلفة ده اشتغل فوقيه برضو عمود بلفة، وهسيب الاتنين اللي بعد كده اشتغل غرزتين سلسلة، وهدخل بقى اكرر تاني اللي انا عملته هنا، هدخل في كل فراغ من الفراغات دي اشتغل فيها تلاتة عمود بلفة، هيبقى معايا اربع مجموعات، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، وهرجع بقى اكرر تاني بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، فاضل ان انا اقفل السطر بغرزتين سلسلة وهنهي في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده، وهبدأ السطر الحداشر هرتفع برضو خمسة سلسلة تلاتة اربعة خمسة، خمسة سلسلة دول عبارة عن عمود بلفة وراء غرزتين سلسلة، وهيقابلني الاربع غرز، هدخل اشتغل فوق كل غرزة منهم عمود بلفة ما عدا اخر غرزة هشتغل فيها اتنين عمود بلفة في نفس الغرزة، هيبقى التوتال معايا خمس غرز عمود بلفة بالشكل ده اهو، وغرزتين سلسلة، وهكرر بنفس الطريقة في الاربع غرز دول اتنين سلسلة، وبرضو الاربع غرز دول هكرر فيهم بنفس الطريقة وارجع له بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، هدخل فوق العمود بلفة ده اشتغل برضو فوقيه عمود بلفة، والفراغ بتاع غرزتين السلسلة هشتغل فيهم اتنين عمود بلفة، هيبقى التوتال تلاتة عمود بلفة ورا بعض. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، هدخل في الفراغ اللي بعده اشتغل تلاتة عمود بلفة اتنين سلسلة، والفراغ اللي بعده تلاتة عمود بلفة بالشكل ده كده اتنين سلسلة، والفراغ اللي بعده تلاتة عمود بلفة اتنين سلسلة، والفراغ اللي بعد كده هشتغل فيه اتنين عمود بلفة بالشكل ده كده، وفوق العمود التالت هشتغل فيه بقى عمود بلفة، هيبقى التوتال تلاتة عمود بلفة بالشكل ده زي ما عملت هنا في البداية، هيبقى التوتال المجموعات معايا خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بالشكل ده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهبدأ بقى اكرر تاني عند الاربع غرز اللي انا عملته هنا في البداية، هدخل فوق
اول عمود هشتغل عمود بلفة، والتاني عمود بلفة، والتالت عمود بلفة، والرابع هشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، غرزتين سلسلة، وهكرر بنفس الطريقة. هشتغل هنا برضو 5 غرز عمود بلفة، وهكمل كده بنفس الطريقة. هكرر برضو هنا في الجزء ده اللي انا عملته هنا، هكمل كده وارجع له. وصلت كده لنهاية السطر، فاضل ان انا اقفل السطر. هشتغل 2 سلسلة، وهاجي هنا في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل 2 عمود بلفة كده، اول عمود وده التاني، وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة. يبقى انا كده كونت 3 عمود بلفة، وهبدأ السطر 12 من الفراغ ده. فهدخل بغرزة منزلقة وارتفع غرزة سلسلة، وهرجع في نفس الفراغ اشتغل غرزة حشو بالشكل ده، 5 سلسلة، 3 4 5، وهسيب غرزتين، وهدخل في الغرزة الثالثة من هنا. دول 5 غرز عمود بلفة، هشتغل في العمود الثالث اللي في النص، يعني هسيب غرزتين واخر غرزتين هسيبهم، اول غرزتين واخر غرزتين، وهشتغل في اللي في النص غرزة حشو بالشكل ده، 5 سلسلة، 3 4 5. هدخل في الفراغ بتاع ال2 سلسلة اشتغل برضو غرزة حشو بالشكل ده كده، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هسيب غرزتين وهدخل في التالتة اشتغل حشو، 5 سلسلة، 3 4 5. هدخل في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل غرزة حشو، 5 سلسلة، 3 4 5. هسيب غرزتين وفي التالتة اشتغل غرزة حشو، 5 سلسلة، 3 4 5. هدخل في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل غرزة حشو، 5 سلسلة، 2 3 4 5. هدخل في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل غرزة حشو، 5 سلسلة، 3 4 5. هدخل في الفراغ اللي بعده اشتغل غرزة حشو، 5 سلسلة، 3 4 5. هدخل في الفراغ اللي بعده اشتغل غرزة حشو، 5 سلسلة، 3 4 5. الفراغ اللي بعده اشتغل حشو، 5 سلسلة، 3 4 5. الفراغ اللي بعده هشتغل حشو، 5 سلسلة، 3 4 5. وهبدأ بقى اكرر تاني اللي عملته هنا. هدخل في تالت غرزة اشتغل فيها غرزة حشو، 5 سلسلة، 3 4 5. ادخل في الفراغ اشتغل غرزة حشو و5 سلسلة، وفي تالت غرزة غرزة حشو. اكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، فاضل ان انا انهي السطر. هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهقفل السطر في غرزة الحشو الاولانية ديت بغرزة منزلقة بالشكل ده كده اهو. فاضل معايا اخر سطر اللي هو السطر ال13. هدخل في الفراغ بغرزة منزلقة، هرتفع 3 سلسلة، دول اول عمود بلفة، وهدخل في الفراغ بتاع ال5 سلسلة اشتغل كمان 7 عمود بلفة، يعني هيبقى التوتال 8 عواميد بلفة في نفس الفراغ ده كده، 4 5 6 7 8. يبقى انا اشتغلت في الفراغ الاولاني 8 غرز عمود بلفة، طبعا ال3 سلسلة دول يعتبروا اول عمود بلفة. هدخل في الفراغ اللي بعده اشتغل غرزة حشو، والفراغ اللي بعده هكرر تاني، هشتغل 8 غرز عمود بلفة في نفس الفراغ بالشكل ده، وهدخل في الفراغ اللي بعده بتاع ال5 سلسلة اشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده.
والفراغ اللي بعده هشتغل 8 عمود بلفة، واللي بعده حشو، اكمل كده بنفس الطريقة. يبقى فراغ بشتغل فيه 8 عمود بلفة، واللي بعده حشو، هكمل كده لنهاية السطر وارجع انهي معاكم السطر واوريكم الشكل النهائي للمفرش. وصلت كده لنهاية السطر، اخر حاجة اشتغلتها 8 عمود بلفة. فاضل معايا هنا اخر فراغ، هدخل اشتغل فيه غرزة حشو بالشكل ده كده، وهنهي السطر بتاعي في تالت غرزة بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين كده الشكل ده. وده كده الشكل النهائي للمفرش بتاعنا. اتمنى ان هو يكون عجبكم، يكون سهل وبسيط عليكم. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.